لا تزال أزمة المقاتلين الأجانب العائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق إلى بلدانهم تشكل هاجسا وتحديا كبيرا أمام الحكومات، بعد أن أمضوا سنوات وشهورا يقاتلون إلى جانب تنظيمات وجماعات إرهابية، والخشية الآن من عودتهم وهم يحملون الفكر المتشدد إلى جانب مهارات قتالية اكتسبوها خلال فترة وجودهم في أماكن النزاع، وفور عودتهم تعاونوا مع السلطات الأمنية وقدموا لها المعلومات كافة. جزء من هذه المعلومات تكشفت من خلال تقرير ألماني أعده المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومركز المعلومات والاختصاص لمكافحة التطرف. التقرير أكد أن ربع العائدين أظهروا استعدادهم للتعاون مع السلطات الأمنية، وبين أن ثلث الذين غادروا قد أقاموا في مناطق حروب وتم القبض على 12% منهم. وبحسب التقرير فإن البقية هم إما في الخارج أو مكان إقامتهم لا يزال مجهولا. التقرير الذي يتكون من 61 صفحة كشف أن حوالي 850 متشددا غادروا ألمانيا خلال السنوات الماضية متوجهين إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب تنظيمات متشددة. واستعرض التقرير سيرة حياتية ل 784 شخصا تراوحت أعمارهم بين 13 و 62 عاما، انضموا إلى فتح الشام أو كما يعرف سابقا بجبهة النصرة. وأظهر التقرير أن 274 مقاتلا منهم عادوا إلى ألمانيا، إضافة إلى 48% لا يزال ولاؤهم لجماعاتهم المتطرفة، 8% عادوا بغرض استعادة القوة أو تدبير عتاد جديد أو أموال، بينما 10% سبب عودة هؤلاء هو الإحباط وإحساسهم بخيبة الأمل. أما عن العوامل التي دفعت بهؤلاء إلى انتهاجهم التطرف والتشدد، فإن التقرير ذكر بأن نصفهم تطرفوا عن طريق أصدقائهم، مع 48% عن طريق الخطاب المتشدد و44% عن طريق الدعايات التي تنشر عبر الإنترنت، و27% عن طريق الندوات والمحاضرات، و24% عن طريق الإشاعات والأكاذيب التي تنشرها تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأشار التقرير في ختامه إلى أن 21% من المتطرفين الذين سافروا هم من النساء، وأن 61% ولدوا في ألمانيا والبقية ولدوا في تركيا وروسيا وسوريا ولبنان، مع 27% هم من الجنسية المزدوجة الألمانية المغربية، الألمانية التونسية والألمانية التركية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، هذه المخاوف اليوم التي تزداد عبر سكايب من بون الألمانية. ينضم إلينا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبار. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. إذا ما بدأنا بما انتهيت به بالتقرير عن 27% هم من الجنسية المزدوجة، فكرة الجنسية المزدوجة هذه ما هي؟ تعني تصعب أو تسهل المخاوف هذه من تطرف العائدين كونه يعني يكون من جنسية مزدوجة؟ تفضل. الجنسية المزدوجة بالتأكيد تصعد أو تصعب جهود الاستخبارات في مواجهة الجماعات المتطرفة، كون أنه ذوي الجنسية المزدوجة لهم حرية الحركة والتنقل لزيارة أقربائهم وذويهم أو البلد الأم، فلذلك أحيانا يكون من الصعب الفرز إن كانت هذه نوايا هذه الجماعات لزيارة عائلة أو زيارة عائلية أو لالتحاق بالجماعات المتطرفة. مع ذلك حتى الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الجماعات التي تحمل الجنسية المزدوجة خاصة من شمال أفريقيا تواجه الكثير من التداخل والازدواجية، فإذا هو تعتبر مهمة صعبة إلى أجهزة الاستخبارات. نعم. طيب. موضوع أنه ربع المقاتلين الألمان كما ورد معنا العائدين من سوريا والعراق يتعاونون مع السلطات، بداية ما الذي يجعل هذه النسبة أو أي نسبة كانت تتعاون، وإلى أي درجة أيضا هذا يقول لنا بأنه الموضوع خطير لأنه نتحدث عن ربع فقط ممن يتعاون؟ بالنسبة إلى العائدين خلال التحقيق هنالك بعض يعني الذين التحقوا بهذه الجماعات المتطرفة أبدوا استعدادهم للتعاون مع المدعي العام أو مع القضاة أو مع المحققين في الإدلاء في هذه المعلومات، وبالتأكيد أنه أجهزة الشرطة والاستخبارات أوعدت هؤلاء الجماعات بأن من يقدم هذه المعلومات تخفف عنه العقوبات، وكان هنالك نسبة مثل ما جاء في التقرير حوالي ربع حولهم أدلوا بالمعلومات، لذلك نلاحظ أنه أجهزة الشرطة والاستخبارات الألمانية حصلت هذه المعلومات وبدأت في عمليات اعتقال إلى مشتبه بهم أو وجود أدلة إضافة إشارة إلى
المعلومات التي أدلت بها الجماعات العائدة والذين تعاونوا مع أجهزة الاستخبارات. فإذا نعم تعتبر مصدر معلومات إلى أجهزة الاستخبارات العائدين. نعم. موضوع كون 21% من المتطرفين الذين سافروا هم من النساء سيد جاسم، أيضا ماذا يقول لنا عن المخاوف؟ هي ستكون أكبر أو أقل عندما يعودنا أو هؤلاء إلى ألمانيا أو غيره من بلدانهم؟ النساء في أوروبا وخاصة في فرنسا وكذلك ألمانيا سميت بالنساء السلفيات، وكانت مهمتهم تقوم في عمليات تجنيد الشباب. عودتها يعني هؤلاء يعني النسوة بالتأكيد يمثل تهديد إلى الدول وخاصة ألمانيا وكذلك فرنسا، كون إنها يعني تقوم على أساس الدعاية أكثر من العمل في تنفيذ عمليات إرهابية. فإذا الموضوع الدعائي يعتبر هو واحدة من الدعائم الرئيسية إلى التنظيم، وتمثل تهديد إلى الأمن القومي إلى دول أوروبا بشكل عام. نعم. طيب، أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دائما سيد جاسم من بون الألمانية، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. سيد جاسم محمد، شكرا.